إذن أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. نحن الآن نصور في مدينة حفاش، كما تلاحظون هذا البن اليمني الذي قد لا يعرفه الكثير من اليمنيين ونظرا لشهرته. نسمع الشرح أيضا من أحد المزارعين هنا، الأستاذ محمد. نراه محمد الحاج، نراه الآن يعني لم يستوي هذا البن، يعني ما زال أخضر. نعم، قد يكون في الاستواء إلى أصفر وإلى أحمر. أحمر، نعم. وهل هو أنواع والله مجرد هذا النوع فقط؟ هذا نوع، في أنواع يعني ثلاثة أنواع. إيش من أنواع؟ العديني. العديني البرعي. وارتفع أكثر هذا الارتفاع، والله هذا أقصى ارتفاع له. بيرتفع زيت أكثر. كم حوالي متر؟ يعني حوالي 4 متر. 4 متر. يكون لونه أحمر عند ما يكون الجلاء. من بيبي نسيم. موسم الجلاء من متى لمتى؟ يعني من مارس مثلا يونيو، والله من مارس تموز الى من مارس اكتوبر، من مارس الى نهايه. ايوه مارس الى نهايه. شوف هذا اصفر، هذا ناضج، بدا الان ينضج. هذا ناضج كما تلاحظون ايضا هنا في الصوره معنا، انه هذا يسمى بالقشر كما هو معروف عندنا في تهامه، وتنزع القشره ثم تعمل منها قهوه القشره. هذه القشرة الصفراء، والبذر الداخلي الذي يوجد داخل هذا القشر يسمى البن، الذي يمتاز به البن اليمني. يلا هي.